هنا هنبدأ نطبق على التوبولوجي البسيطة اللي موجودة قدامنا، الجزء الخاص بالـ IP version 6. هنبدأ نشوف ازاي الـ interfaces اللي موجودة عندنا على الـ routers هتاخد الـ IP اللي هو version 6 بدل الـ IP version 4. لو بصينا على التوبولوجي اللي موجودة قدامنا هنلاقي عندنا 3 راوترز، فاحنا دلوقتي عايزين نحط الـ IPs على هنا. لو هنتكلم على راوتر مثلا 0 فهو عنده 3 interfaces، المفروض ان هما هياخدوا الـ IPs من الـ subnets او الـ networks اللي هما تابعين ليها. فلو بصينا على سيريال 0 على 0 على 0 هنلاقي ان هي هتاخد الـ IP version 6 بتاعها من FEC0 12 اللي هي البيرفكس بتاعها 112. طب ده معناه ايه؟ احنا قلنا دلوقتي انه معنى 112 انه عدد الباتس، طبعا البيرفكس بيعبر لنا عن عدد الباتس بتاعت النتورك، تمام؟ فقلنا طبعا ان هنا الاي بي بتاعنا 128 باتس، جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بالانترفيس. فاحنا دلوقتي هنقول انه ال 112 ده معناه عدد الباتس بتاعة النتورك 112، يبقى فاضل عندنا كام من ال 128؟ 16 باتس. المفروض ان الـ IP version 6 المفروض ان هو بتكون من 8 quartets. قلنا طبعا ان الكوارتس عبارة عن اربع ارقام هكساديسيمال، لان احنا قلنا انه هنا بنعبر عن الـ IP ده مش بالديسيمال زي الـ IP version 4، لا بالهكساديسيمال. فالرقم الواحد عبارة عن 4 bits، يعني الاكتت الواحد الكوارتت الواحد عبارة عن 16 bits. معنى كده انه انا فاضل عندي الجزء الخاص بالانترفيس اي دي اللي هو كوارتت واحد بس. فهنا هنبدأ نحط الـ IP بتاعنا، فهيبقى أول كوارتت، ما احنا قلنا عندنا 7 كوارتتس للـ network، فده أول كوارتت. يبقى فاضل عندنا 6، الستة دول كلهم مدام حاطط لنا كده 2 كولوم اللي هي السيمي كولوم اللي هي الكولومز الموجودة قدامنا دي، معناها انه باقي الكوارتتس هم عبارة عن أصفار. معنى كده انه انا هكمل باقي الستة كوارتتس هحط فيهم أصفار، وفي الاخر وعندي هنا الكوارتت رقم 7 محطوط فيه 12 طبعا اللي هي 1 2 وقبلها صفرين، لان احنا قلنا الاصفار لما بتبقى على الشمال بتبقى neglected بالنسبة لنا، مهملة ملهاش اي قيمة فبنشلها. فلما نيجي بقى نحط هنا IP لـ S0 على 0 على 0 هيبقى FEC0 وبعد كده كل الكارتتس أصفار لحد الـ 12، وهنا هنحط الواحد، وطبعا الواحد ده لما يكون على الجزء الشمال بتاعه أصفار هنشيلها. تعالوا بقى ندخل نحط الـ IP على الـ interface S0 على 0 على 0. بالمثل لو هنتكلم على اللي هو الفاست ايثرنت F0 على 0، برضو المفروض ان هي هتاخد الـ IP من FEC0، وعندنا في النهاية ان هو هنا عندنا 1 و112، نفس اللي عملناه في الناتورك دي هنعمله هنا، فهتبقى برضو FEC0 وباقي الستة اكتتس الكوارتتس هيبقوا اصفار، وفي النهاية هنحط 1 وهيبقى كمان عندنا هنا 1 اللي هو الجزء الخاص بالانترفيس ID. هنفتح الراوتر بتاعنا، طبعا بيقول لنا كالعادة انت عايز الكونفيجريشن بتاعتنا هتبقى نساعدك فيها ولا لا، فهتقول له لا نو انا مش عايزها حد يساعدني فيها. هندخل على الكونفيجريشن مود، تمام. هنقول له ايه اول حاجة عشان نعرفه ان احنا هنشتغل بـ IP version 6؟ هنقول له ايه؟ هنقول له IP version 6، وبعدها هنقول له ايه؟ Unicast Routing. لازم نكتب الكوماند ده في اول لاين موجود عندنا داخل الكونفيجريشن مود عشان نقول له ان هو هيشتغل IP version 6، تمام. طب احنا دلوقتي عندنا مجموعه من الراوترز المفروض ان هيحصل بينهم راوتنج، اما ستاتيك اما دايناميك. احنا مثلا هنشغله دايناميك بال OSPF. كنا هناك بنقول راوتر OSPF وبعد كده بنحط 1، هنا هنقول له ايه؟
هنا هنقول له IP version 6 بعد كده عشان نعرف ان هو هيشتغل ب IP version 6، بعد كده router، بعد كده OSPF و1. لو لاحظنا هنا بيقول لك ايه، بيقول لك دلوقتي current back router ID، يعني لازم، مش احنا قلنا انه لازم الراوتر بتاعنا يبقى له ID؟ هنحط بقى الراوتر بتاعنا ID. طبعا عندنا اكتر من طريقة، بس هنستخدم الطريقة اللي هي recommended اللي هي router ID، وبعد كده نحط له مثلا 3 1. تمام. طيب بعد كده هنبدأ نحط ال IPs على الانترفيسز اللي موجودة عندنا. فهنحطها بقى ازاي؟ لو بصينا كده للانترفيس هنبدأ نحط على مثلا S0 على 0 على 0، هنقول end S0 على 0 على 0، بعد كده IP version 6 IP address اللي هو الكومنت اللي احنا بنكتبه عشان نحط بيه ال IP بتاعنا. S0 على 0 على 0 هتاخد FEC0، بعد كده هنحط 12 وبعدين 1. مش هنقدر طبعا نكتب السبنت ماسك هنا لانه طبعا البرفكس بتاعنا او عدد البيتس طبعا هنا كبيرة، فهنكتب البرفكس بتاعنا بدلا من السبنت ماسك اللي هو 112. بعد كده هنقول له كده نو شت داون. تمام. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده عشان المفروض ان اي انترفيس بنبعت منها ابديت وبنستقبل عليها ابديت ولازم نشغل عليها الاي بي الاو اس بي اف، فهنقول له اي بي فيرجن 6 بعد كده او اس بي اف، وهنقول كده 1 اللي هي البريوريتي بتاعت البروسيس، وبعد كده اريا 0، هنقول ان هما كلهم في اريا 0. تمام. نفس اللي عملناه مع S0 على 0 على 0 هنعمله مع فاست ايثرنت اللي هو هنا، ومع S0 على 0 على ايه؟ على 1. يبقى هنيجي هنا كده ونقول له، هنقول له هنا كده انترفيس F0 على 0 وبعد كده IP version 6 address، وهنقول له FE هو FE C0 1 C0 1، وبعد كده هنديها كمان هنا 1، وبعد كده هنقول له البرفكس طبعا بدل من السبنت ماسك، وهنقول له كده نو شت داون و اي بي فيرجن 6 بعدها او اس بي اف 1 وبعدها اريا 0. نروح بقى للانترفيس 0 على 0 على 1 اي بي فيرجن 6 وبعد كده ادرس. هنا بقى في اختلاف، ان هو دلوقتي المفروض انه عامل لينا طريقة ال IPs بتاعتنا، ان هو عامل لنا هنا AOI 64. دي معناها ايه؟ دي معناها انه دلوقتي انت عندك 64 باتس بتوع النتورك و 64 باتس بتوع ال interface ID. ال 64 باتس بتوع النتورك اولهم FE 80 وهتكمل الباقي اصفار لحد ال 23. تمام. طب والباقي؟ الباقي بقى الجزء بتاع الانترفيس اي دي هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن الماك ادرس بتاع الجهاز، وهنحط في النص بالظبط اف اي 3 اف اي. تمام. طب احنا هنعمل ده ازاي؟ هنقول له كده، هنقول له اي بي فيرجن 6 ادرس، وبعد كده هنكتب له الاي بي اللي هو اف اي 80 23 اف اي 80 وبعد كده 2 3 وبعد كده لحد هنحط اللي هو التو كولومز بتاعتنا، وهنقول له كده 64 وبعدها هنقول له ايه؟ اي يو اي
64 عشان يفهم ان هي دي الطريقة اللي هيتكتب بيها IP version 6 بعد كده OSPF 1 اللي هو الـ priority بتاعت الـ process و area هنحطهم كلهم في area 0 تمام Ctrl Z W R show IP interface brief show IP int show IP بيقول لنا ايه بيقول لنا هنا فاست ايثرنت 0 على 0 اب الستاتس اب بعد كده سيريال 0 على 0 على 0 سيريال 0 على 0 على 1 بيقول لك في الستاتس administratively down لان احنا ما كتبناش نو شت داون فهنقول كده انترفيس اس زي هندخل في الكونفيجريشن مود كده كونف دي ونقول له انترفيس اس 0 على 0 على 0 نو شت داون بعد كده انترفيس اس 0 على 0 على 1 على 1 نو شت داون عشان هي طبعا كانت مقفوله اداريا administratively down بعد كده control z wr و هنقول show ip interface brief فقال لك دلوقتي هما داون طبعا الستاتس داون والبروتوكول داون لان طبعا المفروض ان لسه ما عملناش الكونفيجريشن على راوتر 2 ولا على راوتر 1 تمام نيجي بقى هنا ونقول له نو ونقول له enable conf-t وهقول له كده IP version 6 وبعد كده هنقول له ايه unicast routing انا هنا عايز اقول له IP version 6 وهقول له ايه OSPF وبعد كده 1 لا قبلها طبعا router OSPF وبعد كده 1 بيقول لك برضو لازم تحط لي راوتر اي دي فهنقول له كده راوتر اي دي مثلا 4 2 بعد كده نبدا نحط الاي بيز على الانترفيسز فهنقول له هنا دي اس 0 على 0 على 0 انت اس 0 على 0 على 0 بعد كده هقول له اي بي فيرجن 6 اللي هي عباره عن اي اف اي سي 0 12 اف اي سي 0 بعد كده 12 وبعد كده 2 والبرفكس بتاعنا اللي هو 112 تمام IP address IP version 6 address وهنقول له FEC0 2 كولون 12 2 البرفكس 112 وبعد كده هنقول له نو عشان ما ننساهاش زي المره اللي فاتت نو شات داون طبعا هنقول له هنا اي بي فيرجن 6 او اس بي اف اريا 1 طبعا البريوريتي بتاعت البروسيس واريا 0 كلهم محطوطين في اريا 0 تمام لو جينا بصينا هنلاقي فعلا ان هنا اس 0 على 0 على 0 بتاعت راوتر 0 اللي كانت داون في الستاتس بتاعتها من شويه بقت دلوقتي اب تمام هنعمل بقى configuration او هنحط الـ IP هنا على fast ethernet من المفروض الـ IP ده هنحطه IP interface F0 على 0 وبعد كده هنقول له IP version 6 router IP version 6 address نحط الادرس بقى اللي هو FEC021 FEC021 طبعا في اصفار بس احنا ما نحطهاش البرفكس بتاعنا 112 وهنقول له كده نو شت داون عشان ما تبقاش مقفولة اداريا وبعد كده هنقول له IP version 6 OSPF
وبعد كده 1 وبعد كده area 0. Ctrl Z W W R. يبقى احنا كده عملنا الكونفيجريشن بتاع الراوتر اللي هو التاني. هنا لو عملنا شو اي بي انترفيس بريف هنلاقي الستاتس بتاعت الانترفيسز بتاعتي اب اللي هي خاص ايثر نت 0 على 0 واللي هي سيريال واللي هي سيريال 0 على 0 على 0. نروح هنا على راوتر 2 ونكمل الكونفيجريشن بتاعتنا. enable conf d. بعد كده هنقول له ايه عشان نشغل الاي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 يوني كاستنج راوتر. بعد كده هنقول له ايه اي بي فيرجن 6. بعد كده عشان نقول له ان احنا هنشغل هنا الراوتنج بروتوكول بتاعنا او اس بي اف اي بي فيرجن 6 راوتر او اس بي اف. بعد كده هنحط البريوريتي بتاعته وهنقول له ان احنا لازم طبعا نحط له راوتر اي دي اللي هو 3 3 3 3 3. وبعد كده هنحط بقى الاي بيز بتاعتنا على الانترفيسز. لو هنقول فاس ايثرنت 0 على 0 هنا كده اي بي فيرجن 6 ادرس. هنحط اف اي سي 0 وبعد كده 3 اف اي سي 0 3. وبعد كده هنديها مثلا 1 وهنا 12 هنا كده 3 وبعد كده مثلا 1 والبرفكس بتاعنا 112 نفس اللي عملناه في اول انترفيس في راوتر 0. بعد كده هنقول له نو شوت داون عشان ما تبقاش مقفوله اداريا. بعد كده هنقول له ايه اي بي فيرجن 6 او اس دي اف وبعد كده 1 وبعد كده اريا 0. لسه فاضل عندنا انترفيس اللي هي اس 0 على 0 على 0. هنقول له اي بي فيرجن 6 ادرس هتبقى كام. هتاخد بقى الاي بي بتاعها من اف اي 80 يبقى اف اي 80 23 اف اي 80 وبعد كده هنحط 23 ونكمل الباقي كده اف اي 80 هنا كده 23 نكمل الباقي عشان نقول له ان هي هتبقى بالاي اي البيرفكس 64 وهنقول له اي اي 64 نو نو شوت داون تمام. وهنقول له اي بي فيرجن 6 وبعدين هنقول له او اس بي اف 1 area 0 control z w تعالوا بقى نشوف الراوتينج تيبل. كنا بنقول ايه show ip route show ip version 6 بقى وهنقول هنا route اهو. الحاجات اللي هي بالسي اللي هي direct connected اهو اللي انت عارفها بالدايركت كونكتد اف اي سي 0 اللي هي 112 واف اي برضو سي 0 112 اللي هي دي صح اللي هي دي ودي. طب الحاجات بقى اللي هي ريموت بالنسبه له اللي هي مين الحاجات اللي عارفها بي ال او ال اس بي اف اللي هي اف اي سي 0 112 تمام اللي هي دي بالنسبه له ان دي ريموتد تمام. طيب لو هندخل هنا كده على الراوتر ده فهنقول له show ip version 6 route بيقول لك هنا ايه برضو الحاجات اللي عارفها direct اهي بالسي الحاجات اللي عارفها بال OSPF اللي هي FEC0 2 دي remote بالنسبة له نفس الوضع هنا كده show ip route show اي بي فيرجن 6 بعد كده شو اي بي فيرجن 6 وبعد كده راوت نفس الحكايه بيطلع لنا كل حاجه معنى كده ان الامور تمام. طيب